في فريقين داخل المجلس، فريق هواة وهم النواب، كلا اثنين ثلاثة يركضون في أجندة خاصة، وفريق من المحترفين وهم الحكومة، لكن للأسف احترافيتهم ما قاعد يستخدمونها لصالح الكويت. أدعو بأن تكون مسطرتنا متساوية بالتشريعات وبالمراقبة، ما يصير نفرط بالتشريعات وننسى الجانب الرغابي، وما يصير نسوي العكس، يجب أن تكون المسطرة متساوية.